مرحبا، أنا نسيمة من المغرب وسأقدم لكم مشروع هو كان وليد هذه السنة. اسمه مشروع ويكي قصور، وهو فكرته هو أن يتم توظيف ويكيميديا بلاتفورمز أند تولز بطريقة فاعلة لحماية تراث المنسي والدفاع عنه، أي استخدام مشاريع ويكيميديا for militantism for heritage. أولا سأقوم بشرح الاسم. ويكي معروفة للجميع، أما قصور فهي قرى محصنة موجودة في المناطق الجنوبية للدول المغاربية، إذا ليست المغرب فقط، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا وموريتانيا، وهي رمز للعمارة الأمازيغية في هذه البلدان، وكذلك لديها قيمة تاريخية كبيرة لأن القصور مرتبطة بنظام اجتماعي خاص وكذلك نظام بناء خاص وتفاعل جد كبير مع الطبيعة. ورغم هذه القيمة التاريخية الكبيرة للقصور إلا أن وضعيتهم في المغرب تظل وضعية جد حرجة مقارنة بالمواقع الأثرية الأخرى، إذ في المغرب يوجد حوالي 4000 قصر وقصبة. القصور هي القرى المحصنة كما ذكرت، والقصبات هي المنازل الكبرى المحصنة. ومن بين هذه 4000 قصر وقصبة، ثلاثة أرباعها في حالة انهيار كلي أو جزئي، كما أنها لا زالت تستقطب ساكنة تبلغ المليون، لكنها ساكنة تحت عتبة الفقر في المغرب. أما بالنسبة لوضعية القصور بالنسبة لمواقع التراث، ففي المغرب لدينا 9 مواقع مسجلة تراث عالمي، من بينها قصر واحد هو قصر عيسى بن حدو. أما بالنسبة للتراث الوطني فنجد ما يزيد عن 300 موقع، وليس من بينهم أي قصر. ففكرة المشروع كانت أن يتم إنشاء موسوعة متكاملة تفاعلية اعتماداً على ويكيميديا بلاتفورمز الثلاث، ويكيبيديا، ويكيديتا، وويكيميديا كومنز، وذلك أولاً لتعريف عدد أكبر من الناس بالقصور، والأهم من ذلك هو توفير قاعدة وإطار متكامل لأي شخص، أي بروفيشنال أو باحث يريد أن يقوم بأبحاث أو بمشاريع تطوعية في القصور. فبإنشاء هذه الموسوعة أولاً سيتم تشجيع السياحة في هذه المناطق عبر التعريف بها، ثانياً سيتم تسهيل وتشجيع البحث العلمي عن القصور، لأنني أنا شخصياً مهندسة معمارية، وعندما كنت طالبة إذا حاولنا البحث أو إنشاء أي مشروع أكاديمي عن هذه المناطق فإن أول عتبة تواجهنا هي الأكسس تو انفورميشن، فإذا كانت الانفورميشن مجمعة وستركتورد وموجودة فذلك سيشجع المزيد من الطلبة على الاشتغال على القصور. وأخيرا تشجيع المشاريع وخصوصا المشاريع التطوعية، لأن سنقوم بتوفير كثير من الوقت والجهد وكذلك المال المرتبط بإنشاء التكنيكال داتا وكذلك الولوج إلى المعلومات التاريخية عنها. وأخيراً الهدف الأيديال أو الأسمى هو عبر التعريف بهذه القصور وعبر تشجيع المشاريع فيها وتشجيع البحث سنقوم بالوصول ربما إلى تصنيف وحماية أكبر عدد من القصور، لأن أوتوماتيكلي عندما سترى الدولة مشاريع تنموية في هذه المناطق واهتمام أزيد بها فإنها ستقوم بالقيام ستقوم بدورها محالة. بالنسبة للفاعلين في هذا المشروع، قمنا بشراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير، وهذه الشراكة من إيجابياتها بالنسبة لنا تسهيل الولوج إلى المصادر، وذلك عبر استعمال المكتبة الموجودة already في المدرسة، وكذلك إمكانية شراء كتب أخرى والولوج إلى scientific articles آخرين، وأخيراً تسهيل الكونتاكت مع وزارة الثقافة أو أي public organisms آخرين. أما بالنسبة للإيجابيات بالنسبة للمدرسة كمدرسة وطلابها، فهي أولاً ستكون promotion لهذه المدرسة عبر قيامها بهذا المشروع، ثانياً ستكون مشاركة في المسار الأكاديمي والتكوين الأكاديمي للطلبة، وأخيراً سيتم زرع فكرة
التطوع في الطلبة منذ سنواتهم الأولى، لأن الطالب المعماري هذه السنة سيكون مستقبلا هو المعماري في وزارة الثقافة، وربما المعماري الذي سيشتغل على ترميم القصور، وبهذا سنكون قد زرعنا فيهم الوعي والرغبة في العمل على هذه المناطق منذ بداياتهم. بالنسبة لمحتوى وشكل الموسوعة، كما قلت تعتمد الموسوعة على ويكيبيديا، ويكي ديتا، وويكي قصور. أولا لدينا قائمة بالقصور على ويكيبيديا تحتوي على إحداثياتها، على المدينة التي أقرب مدينة لها، المنطقة والتقسيم الإداري، وأخيرا حالة القصر وهل هو still inhabited أو لا. وعبر هذه القائمة يتم الولوج إلى بيانات كل قصر في ويكي ديتا، وقد حرصنا على إدخال البيانات التقنية المهمة مثل المساحة، مثل تقنية البناء، مثل مواد البناء، وكذلك الإحداثيات والصور. وعبر بيانات عبر صفحة ويكي ديتا سيتم الولوج إلى مختلف الأرتيكلز في ويكيبيديا وكذلك الكومنز كاتيجوري. وأخيرا فإن الاعتماد على ويكي ديتا يمكننا من استعمال الكويري سيرفيس بشكل جد مهم وفاعل في هذه الموسوعة، إذ أن بإمكاننا البحث عن القيام بأبحاث جد دقيقة على مستوى القصور، وهذا نموذج لبعض الأبحاث. مثلا هنا لدينا نموذج كويري عبر حول أكبر 5 قصور طينية ومصنوعة بتقنية اللوح في المغرب، ونقوم بإيجاد القصور وكذلك مساحتها، وهذا البحث يمكننا من الولوج إلى بياناتها على ويكي ديتا. هذا نموذج آخر. ربما الأغلبية الساحقة للقصور في المغرب هي مبنية بالطين وبتقنية اللوح، لكن هناك بعض القصور الصخرية، وعبر الكوري سيرفيس تمكننا من إيجاد القصور الصخرية التي توجد لديها بيانات في ويكي ديتا بسرعة، وكذلك تم توطينها على انتراكتيف ماب. أخيرا مراحل تقدم المشروع. هذا المشروع كان وليد شهر مارس 2019، وقبل شهر مارس لم يكن هناك سوى ست مقالات في ويكيبيديا على القصور في المغرب. بين مارس وسبتمبر 2019 تم اولا تحديد شكل الموسوعه، ما هي البلاتفورمز التي ستدخل فيها، ما هي العلاقه بين مختلف البلاتفورمز، كما تم انشاء 94 مقاله صغيره حول القصور، و 100 صفحة بيانات في ويكي ديتا حتى يكون لدينا نموذج للموسوعة يحتوي على 100 قصر. ثم في أكتوبر تم إنشاء الموقع www.qsoor.wiki وهو يعتمد على الكويري سيرفيس، وشكرا يامن على إنشاء الموقع. وهذا الموقع يمكننا من الدخول إلى التوطين خرائطي لجميع القصور، ليس فقط في المغرب ولكن في الدول المغاربية كلها. وابتداء من نوفمبر 2019 سيتم بداية ورشات تحليلية لفائدة طلاب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية حتى يقوموا بإثراء الموسوعة وإكمال العمل الذي بدأ. وكذلك فيما بعد سيتم القيام برحلات ميدانية إلى القصور حتى يتم تصويرها لإدخالها على كومنز، وربما استعمال الصور كذلك في إنشاء 3Ds لهذه القصور. وشكرا. شكرا نسيمة. هل هناك سؤال لنسيمة؟ قبل الأسئلة سنقوم بفتح الويب سايت حتى تروا كيف يبدو. العنوان هو قصور لاتريكي اوتوماتيكي تظهر خريطة بتاع القصور في الدروس.
عندما نفتح الموقع يتم إدخال الخريطة التي توطن جميع القصور الموجودة حاليا على ويكيديتا، ومستقبلا سيتم إدراج إمكانيات القيام بالبحث مباشرة ببعض الأبحاث البسيطة مباشرة عبر الويب سايت بدون الرجوع إلى a new query في ويكيديتا. مثلا يمكننا إدخال القصور التي تتواجد بالقرب من مدينة زاغورا في المغرب مثلا، أو في كتاوب كوميون for example، وهذا سيقوم بتسهيل المهمة على الناس الذين لا يعرفون كيفية استعمال الكويري سيرفيس ولكن يريدون إيجاد معلومات حول القصور. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أشكركم على هذا الويب سايت، هذا يعني مهم جدا وأنا أعجبت به في حتى في الحديث امبارح كنت تحدثت معكم من قبل. ما عندي سؤال يعني حاليا، ولكن ممكن نضيف يعني أريد أن أضيف يعني بعض الملاحظات. يعني النقاط هذه مثلا يكون الأسماء ظاهرة مباشرة، يعني لا يجب أن نجيب الماوس إلى النقاط لنرى حتى يظهر الأسامي. دونك ملاحظة أخرى، يعني هل هناك يعني موقع كبير اللي يتحدث عن القصور، يعني والخارطة هل يكون ليست قائمة للقصور، يعني الواحد يقرأ القائمة ويدرك وتطلع له الخارطة، يعني يكون شيء جميل جدا يعني. ولكن يعني ما شاء الله يعني شيء جميل جدا، أعجبني كثيرا الفكرة. هو بإمكان تطوير الموقع عشان يكون فيه معناها معلومات أكثر على القصور من ويكيبيديا، وكان إضافة الليست متاع القصور في صفحة أخرى، أو إزادة إمكانية البحث بالمدينة ولا بالجهة ولا في البلد. يعني بس هو الموقع كان شامل في الفكرة إن هم الويكيداتا الكواري أصلاً عموماً في خيار مابس، فلما يطلع الماب ممكن تلاحظ بالشكل الحالي، يعني هو المابس لحالها يعني الفكرة اللي عندي أنا في رأسي، يعني يكون الزائر يجي يزور الموقع في السمارت فون ولا في الحرمة، ما تكونش عنده فقط خارطة، يعني لما يزور الموقع يتمتع، يعني يشوف الصور يشوف ال طيب بالإمكان أخذ صور من كومنز وإضافة لينكس ويكيبيديا بسرعة كامل الصور. كاين أسئلة أخرى؟ علاش عندي سؤال، علاش ندخل الماب السياج؟ ايوا مرحبا، عطيونا وقت من دابا من دابا. اوكي اختار. شكرا زملائنا، عندنا بريك جروب فوتو. اوكي عندنا جروب فوتو، نتلاقاو هناك.